طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من موقع المشاهد نت: ذكرى ثورة الحرية، الصحافة اليمنية في مرمى النيران. ومن الأندبندد: نعيش أجواء كانت سائدة قبيل الحربين العالميتين. وفي أخبارنا المنوعة: أطباء بريطانيون يجرون عملية جراحية لجنين في رحم أمه. أهلا بكم. إذا كانت ثورة 11 من فبراير 2011 أحدثت قفزة نوعية في مجال الحريات وحق التعبير عن الرأي بكسرها حاجز الخوف لدى معظم اليمنيين وإعلائها لقيمة الكلمة في مواجهة القوى والظلم والاستفراد بالسلطة، فإن الفترة اللاحقة من الثورة المضادة أحدثت ردة شنيعة بحق الحريات الإعلامية في اليمن، وفقا لموقع المشاهد نت والذي عنوان: في الذكرى الثامنة لثورة الحرية، الصحافة اليمنية في مرمى النيران. ويفيد الموقع: كان الصحفيون في طليعة من أحدث هذا التغيير، سواء من خلال حضورهم في قلب الحدث ومساندته إعلاميا وإيصال صوت هذا الحدث التاريخي الهام، أو من خلال المشاركة في صنعه. وقدم الصحفيون اليمنيون في ثورة فبراير 5 صحفيين ومصورين شهداء استهدفتهم بنادق القناصين لحجب الحقيقة ولإقصاء الشهود، فتعمدت الحقيقة بدماء الزملاء. جمال الشرعبي وحسن الوظاف وعبد المجيد السماوي وعبد الحكيم النور وفؤاد الشميري، ناهيك عن عشرات الجرحى والمعتقلين. وعن الحرب التي تلت ذلك يقول الموقع: صاحبت هذه الحرب المشؤومة سياسة عدائية تجاه الصحافة والصحفيين، حيث صار الصحفيون وعدساتهم هدفا رئيسيا لأطراف الحرب، فأغلق الانقلابيون الحوثيون عشرات القنوات والصحف وطاردوا عشرات الصحفيين واستولوا على المؤسسات الإعلامية بقوة السلاح. ولعل الأرقام خير شاهد على ضراوة هذه الحرب، عندما نعرف أن الحريات الإعلامية في اليمن تعرضت إلى 1050 حالة انتهاك منذ مطلع العام 2015 وحتى نهاية العام 2018 حسب تقارير نقابة الصحفيين، تورطت في أغلبها جماعة الحوثي. قال تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني باليمن في تقريره السنوي الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، أنه لاحظ حدوث جريمة قتل مشتبه بها في 20 من ديسمبر 2016، راح ضحيتها محمد عبد العبسي، وهو صحفي مقيم في صنعاء كان يعد تحقيقا بشأن تورط قادة الحوثيين في استيراد الوقود لتمويل الحرب، ويعنون موقع المصدر أونلاين. فريق خبراء الأمم المتحدة يتحدث حول جريمة قتل الصحفي محمد العبسي، ما علاقة ناطق الحوثيين؟ وأضاف تقرير فريق الخبراء أنه لاحظ أن العبسي قد ذكر 3 شركات متورطة في مثل تلك الأنشطة يملكها محمد عبد السلام فليتا الناطق الرسمي للحوثيين، بالإضافة إلى دغسان وعلي قرشة. ويسود اعتقاد واسع في الوسط الصحفي اليمني أن العبسي قتل في جريمة متعمدة من قبل الحوثيين على خلفية تحقيقاته الصحفية حول شركات النفط الحوثية. ثورة فبراير اليمنية، ما لها وما عليها؟ تحت هذا العنوان كتب نبيل البكيري مقاله في العربي الجديد مضيفا: مرت علينا الذكرى الثامنة لثورة 11 من فبراير 2011، وهناك جدل كثير بشأن هذه الثورة وما تبقى منها بعد انقلاب 21 من سبتمبر في 2014، الذي يرى بعضهم أنه لولا 11 من فبراير ما قام هذا الانقلاب أصلاً. وينسى أصحاب هذا الطرح أن الحوثية ليست سوى رداء لفكرة الزيدية السياسية الهاشمية والموجودة منذ عقود، وكانت قبل هذه الثورة قد شنت 6 حروب لإسقاط الجمهورية وإسقاط ثورة 26 من سبتمبر. وهذه الجدلية طبيعية ولا تخلو من بعض الصواب هنا والمغالطات وتضخيمها هناك، كطبيعة أي حدث في التاريخ وارتداداته السلبية والإيجابية. وليس منطقياً أن يتحقق أي إجماع حول أي فكرة في التاريخ، فطبيعة الأفكار التغييرية أنها جدلية بالأساس،
ينقسم حولها الناس بين فريق يرى فيها منقذة له وفريق آخر يراها سالبة لمصالحه وامتيازاته. وبالعودة إلى محاولة الحادي عشر من فبراير الثورية، ستبقى واحدة من أعظم لحظات اليمنيين التاريخية، والتي شكلت إجماعاً وطنياً شعبياً جماهيرياً بمعزل عن انقسامات النخبة لأول مرة في تاريخ اليمنيين على أهمية التغيير وإنقاذ اليمن من مستنقع الفساد والسقوط والتوريث، بغض النظر عن نتائج هذه المحاولة والتي لا يمكن القياس عليها لإثبات فشل فبراير أو نجاحها، لأن ارتدادات هذه الثورة لا تزال حاضرة وتعتمل على الأرض حرباً طاحنة بين مشروع فبراير والمشروع المضاد له. وإن كان الأخير ممثلاً بمشروع الإمامة الطائفي واحداً من أهم أدوات الثورة المضادة يمنية، ثورة الحادي عشر من فبراير كأي حدث ثوري لا تخلو من الأخطاء غير المقصودة التي قادت البلاد وثورتها بعيداً عن الأهداف المرجوة من هذه الثورة الشعبية السلمية، التي حاولت تجنب العنف وعدم الوقوع فيه في مجتمع مفخخ بالعنف والسلاح والصراعات التي انفجرت فجأة في وجه الثوار، في لحظة كانت المثالية والطهر الثوري سيدي الموقف بالنسبة لثوار سلميين خرجوا إلى الساحات والميادين واعتصموا فيها شهورا طويلة مطالبين بالتغيير السلمي. تتعرض آثار اليمن للكثير من المخاطر في ظل الحرب، وفقا لعنوان موقع مأرب بريس: الآثار والتراث الثقافي في اليمن لم ينجو من الحرب. يقول الموقع أن الآثار والتراث الثقافي والتاريخي لليمن لم يكونا بمنأى عن تبعات الحرب ولم يستطيعا النجاة منها. ويعد اليمن من أغنى دول المنطقة بالآثار والتراث الثقافي والتاريخي والمعماري، كما يمتلك 4 مواقع أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو على لائحة التراث العالمي، هي جزيرة سقطرى ومدن صنعاء القديمة وشبام حضرموت وزبيد القديمة. وكانت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا وصفت التراث الثقافي اليمني بقولها: إن تراث اليمن فريد من نوعه، فهو يعكس قرون تبادل الفكر والحوار الإسلامي الثري. وبحسب رئيس الهيئة العامة اليمنية للأثار مهند السياني، فإن الهيئة حتى الآن رصدت 66 موقعا ومعلما أثريا أصيبت بضربات جوية، و35 موقعا ومزارا دينيا دمرتها جماعات إرهابية متشددة كالقاعدة وغيرها، تحمل فتاوى وأفكارا بحرمة تلك المزارات والمواقع التاريخية. وأضاف أن الهيئة اتخذت إجراءات احترازية وفق إمكانياتها المحدودة، فقامت بإغلاق المتاحف والمواقع الأثرية منذ بدء الحرب، وبالعمل على تخزين القطع الأثرية في مواقع آمنة، لكن استمرار الحرب هذه المدة الطويلة يجعل الكثير من القطع مهددة أيضا نظرا لعدم توفر البيئة المناسبة لها. هل أصبح اصطلاح التغيير لعنة على الشعوب العربية؟ تحت هذا العنوان كتب لطفي العبيدي مقاله في القدس العربي مضيفا: ما يهم الغرب في علاقته بالشرق الأوسط هو تحقيق مصالحه المادية بالدرجة الأولى، وقد تحدث منذ بداية الألفية الثالثة عن تصدير الديمقراطية وروج لذلك بلغة التعجرف والتعالي، وبشكل واضح ساند الشخصيات التي تنفذ مطالبه وتذعن لمآربه ضمن سياسات أنانية تكيل بمكيالين يفهم منها تأييده لنتائج الانتخابات التي تصب في مصلحته. وفي أغلب المحطات الانتخابية داخل الأقطار العربية يحرص الغرب صاحب المصالح النافذة داخل هذه الجغرافية الممتدة أن تكون انتخابات ساندريلا لا يفوز فيها سوى من يلائمه الحذاء، عدا ذلك سوف يطعن في نزاهتها ويتم إسقاط الفائزين بأي طريقة كانت، وإن قدمت الضمانات بشكل مسبق من المجتمع الدولي والهيئات الأممية. من البين أن خيوط الفوضى في المنطقة تتم بإشراف أمريكي بالدرجة الأولى تحاول رسم خريطة المنطقة اقتصادياً وسياسياً وتعمل على إدارة أي متغير حاصل بدعوى حقوق الطائفة والأقلية وحق قومية معينة في بناء دولتها. يتم تقسيم السودان وتوضع العراق وغيرها كمشاريع للتقسيم، وفق منهج إثارة النعرات القبلية تفتت ليبيا وتتحول إلى دولة فاشلة بجميع المقاييس، والفوضى الخلاقة تخترق باقي دول المنطقة من تونس إلى مصر وسوريا،
وتتعزز مع صفقة القرن التي تستهدف فلسطين وحلم الدولة المستقلة، وكأننا بمشروع الشرق الأوسط الجديد يحث خطاه نحو التجزئة وإعادة رسم الخرائط أو تعديل نسخة التقسيم التي أقامها سايكس بيكو. إلى جولتنا الخاصة بين الصحافة الفرنسية والتي تتحدث عن الضجة المثارة حول حضور وزير يمني في مؤتمر شاركت فيه إسرائيل، حيث عنونت صحيفة لوبوان الفرنسية: رئيس الدبلوماسية اليمنية يقول إنه كان يجلس بجانب نتنياهو عن طريق الخطأ. وتقول الصحيفة إنه ليس لدى اليمن وإسرائيل علاقات دبلوماسية قط، وقد أثار موقف وزير الخارجية اليمني خالد اليماني تجاه نتنياهو انتقادات حادة للشبكات الاجتماعية، وحثه ذلك على إعادة تأكيد موقفه من القضية الفلسطينية. وقال خالد اليماني: إن موقف اليمن والرئيس هادي من القضية الفلسطينية وشعبها وقيادتها ثابت ولا يقبل المزايدة عليه، وأن أخطاء البروتوكول في المؤتمرات الدولية هي دائما مسؤولية المنظم. وتفيد الصحيفة التي ترجمت خصيصا لقناة بلقيس في اليوم الأول من المؤتمر أي يوم الأربعاء، لم يخفي نتنياهو ارتياحه بعد عشاء، حيث كان على طاولة واحدة مع كبار المسؤولين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين. نشرت صحيفة الأنتي بنتد مقالا لمراسليها من كل من العاصمتين البولندية وارسو والروسية موسكو، عنونته بشكل صادم قائلة: تماما كما كان الوضع قبيل الحربين العالميتين، الولايات المتحدة وروسيا تتصدران على أو تتصارعان على النفوذ في الشرق الأوسط عبر مؤتمرين متنافسين. واعتبرت الصحيفة أن الصراع قد تشكل من خلال معسكرين متصارعين ومتواجهين على الساحة المتأججة في الشرق الأوسط. وتقول الصحيفة في تقرير ترجمته البي بي سي إن واشنطن تسعى من خلال مؤتمر العاصمة البولندية وارسو الذي اتفق على تسميته مؤتمر السلام في الشرق الأوسط إلى الضغط على حلفائها الأوروبيين للانضمام إلى المعسكر الذي يضم الولايات المتحدة ودول في منطقة الخليج علاوة على إسرائيل، ويرى أن إيران هي أكبر خطر يهدد المنطقة. وأضافت الصحيفة أن المعسكر الآخر يجتمع في منتجع سوتشي على البحر الأسود ويضم قادة تركيا وروسيا وإيران الذين اصطحبوا معهم قادة عسكريين لبحث كيفية احتواء الوضع على الساحة السورية. ونقلت الصحيفة عن أستاذ سياسات الشرق الأوسط في جامعة ويدج البولندية روبرت تشولدا قوله: الوضع يشبه ما كان قبيل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، لدينا معسكران يضم كل منهما تحالفا دوليا. إيران تواجه أكبر أزماتها بعد 40 عاما من الثورة. تحت هذا العنوان كتب توماس سي بريت ميديل مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد مضيفا: بينما تحيي إيران الذكرى 40 للثورة التي قادها الخميني، تجد الجمهورية الإسلامية نفسها عالقة في الأزمة الأكثر خطورة في تاريخها، ويمكن أن تواجه الانهيار إذا لم تقم بإجراء إصلاحات أساسية كما يقول مراقبون. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال احتفال بالمناسبة في ضريح الخميني: اليوم تواجه البلاد أكبر ضغط وعقوبات اقتصادية شهدتها في السنوات 40 الماضية. وألقى روحاني باللوم في الأزمة على العقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على البلد، في سياق محاولته دفع إيران للموافقة على وضع قيود أكثر شدة على برنامجها النووي نتيجة للصعوبات التي يواجهها البلد. وأضاف روحاني: لا يجب إلقاء اللوم على النظام الإسلامي، لكن العديد من الإيرانيين يتساءلون عن الفرق. فعندما عاد الخميني من المنفى في فرنسا في الأول من فبراير عام 1979، فإنه تعهد ببناء نظام عادل قائم على القيم الإسلامية. وبعد 10 سنوات من ذلك انهارت حكومة الشاه محمد رضا بهلوي. مع ذلك وبعد مرور 40 عاما على سقوط الشاه، سادت مشاعر خيبة الأمل، ويشكو العديد من الإيرانيين من سوء الإدارة الاقتصادية والفساد والنظام السياسي غير المستجيب في بلد يبلغ تعداد سكانه نحو 80 مليون نسمة، والذي يضم بعضاً من أغنى احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في العالم. يتهم أبو الحسن بني الصدر أول رئيس في عهد الخميني قائد الثورة الأصلي بالخيانة.
وقال إن الخميني التزم بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان عندما كان في منفاه، لكنه تجاهل هذه الوعود وتخلى عنها بعد عودته. وقال بني صدر: بالنسبة لي كانت تلك لحظة مريرة للغاية، مضيفاً أن إيران أصبحت اليوم ديكتاتورية. يحقق الأطباء قفزات نوعية في مجالات الجراحة المختلفة إلى حد لم يكن أحد يتصوره من قبل، وتعنون شبكة البي بي سي البريطانية. عملية جراحية بالعمود الفقري لجنين في رحم أمه، حيث أجرى أطباء بريطانيون عملية في العمود الفقري لجنين بينما كان لا يزال في رحم أمه، وكانت الأم البالغة من العمر 26 عاما قد علمت أن جنينها يعاني من تشوه في عموده الفقري، وبعدها أصبحت الأم واحدة من أوائل الأمهات اللواتي خضعن لعملية جراحية تشمل الجنين داخل الرحم. وقد فتح الرحم خلال العملية التي استمرت 4 ساعات، وتمكن الأطباء من إجراء رتق في الجزء الخلفي من العمود الفقري. وقالت الأم إنها ما كانت لتقبل إجراء إجهاض بعد أن شعرت بتحرك الجنين داخلها. وقالت الأم إنها وزوجها قد نصح بالموافقة على إجهاض الحمل بعد تشخيص المشكلة، لكنها في النهاية اختارت الخضوع للعملية. وتقول الأم إنها أخبرت أن جنينها مشلول لكنه الآن ليس كذلك، وقد خضعت للعملية في مستشفى غريت أورنبند ستريت بعد إجراء سلسلة من الفحوصات. ووصف الدكتور تومسون كبير جراحي الأعصاب بالمستشفى تلك العملية بأنها رحلة لا تصدق. كان الوالدان أمام خيارين في حالة كهذه، إما الإجهاض أو توقع جنين بتشوه في عموده الفقري، يوجد الآن خيار ثالث. وخلال العملية تم رفع الجنين في وضع يسمح بالوصول إلى عموده الفقري وإجراء الجراحة، ومن ثم إعادة الحبل الشوكي إلى مكانه. وقالت الأم: خرجت من العملية في 1 ظهرا وأحسست بالجنين يتحرك في المساء، كان شعورا رائعا حين أحسست بحركة الجنين بعد زوال مفعول المخدر. نبدأ جولتنا المصورة من صحيفة الجاردين البريطانية بصور لمقاتلين في سوريا عقب استسلامهم والتحفظ عليهم في الصحراء وسط البرد القارس، وعدد آخر من الصور القادمة من مختلف أنحاء العالم. ماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي تنشرها الصحف. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.